اليوم الذي قال فيه الكتاب هذا هو اليوم الذي صنعه لنفرح ولنبتهج به. أصلي من كل قلبي أن أفراح القيامة ونصرتها لكل واحد فينا ولكل أسرة ولكل عائلة ولكل حزين ومتألم، أن أفراح القيامة تغمر قلوب الجميع، وخاصة إلى كل الذين هم في ضيق أو في اضطهاد. نصلي لأجل الكل أن أنوار القيامة تسطع على قلوب الكاسرين في هذا اليوم المجيد، اليوم المبارك. تعالوا نقف مع بعضنا ونقرأ هذه الإنشودة المباركة في هذه المناسبة من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول وعدد 3 وعدد 4. خلينا مع بعضنا نردد هذه الإنشودة المباركة ونفرح ونبتهج في هذا اليوم. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. آمين آمين. خلينا نرفع قلوبنا قبل ما نفرح ونبتهج ونرنم ونعيد هذا العيد الحقيقي، أن المسيح صحنا قد ذبح. هذا هو العيد الحقيقي، أن يسوعنا قام من الأموات. شكرا ليك يا رب من كل القلب لأجل هذا اليوم وهذه الأسرة التي لنا في قيامتك من الأموات. أن تبارك خاصة وأن تجعلنا أننا نتأكد بأننا قمنا معك من قبور خطايانا، وننشد مع عبدك الرسول بولس أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات. يا رب نصلي أن تبارك لكل جزء من أجزاء عبادتنا، تبارك كل واحد كل واحدة موجود، وتبارك الكل. نصلي من أجل عالمنا، نصلي من أجل بلادنا، نصلي أنك تشع بنور القيامة على الكثيرين في هذه الأيام. في اسم المسيح نصلي ولك كل الحمد. كل سنة وحضراتكم طيبين وجايين نحتفل النهاردة بيسوع الحي المقام من بين الأموات. يسوع غلب الموت، انتصر على القبر، سحق رأس الحية. النهاردة احتفال فرح وغلبة ونصرة، وإحنا بنصلي إنه نصرة القيامة وغلبة القيامة وغلبة يسوع المسيح ربنا تيجي لحياتنا ونعيش النصرة دي. تعالوا نعلن الإعلان ده الجميل، هو الرب هو الرب. ترنيمة محفوظة، قد قام من الأموات وهو الرب. عشان كده احنا جايين بسجود حقيقي نقول له بنشكرك لأنك بقيامتك بموتك وبصلبك وبقيامتك أقامتنا معك وأجلستنا معك في السماويات ودتنا حياة جديدة. ركبتي تنحني ولساني يعترف أن يسوع المسيح هو الرب. تعالوا نصليها كده ونعلن بفرح وافتخار بيسوع المقام من بين الأموات. هو الرب هو الرب، قد قام من الأموات وهو الرب. كل ركبة تنحني، كل ركبة تنحني ولسان يعترف أن يسوع المسيح هو الرب. أنت الرب أنت الرب، قد قمت من الأموات قد قمت من الأموات. أنت الرب، ركبتي تنحني ركبتي تنحني ولسان يعترف أن يسوع Oh.
He is Lord. نراه الآن متوجا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت. تعالوا نرنم الكلمات دي. Yeah.
في أشعياء 53 النبوة اللي كلنا عارفينها. عايزاكم تتصوروا معايا الكلام ده كأنها صورة بتترسم قدامنا. بيقول كده الكتاب: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه برخ وكعرق من أرض يابسة، صورة فرع طالع من شجرة في أرض نشفة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، لا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. دي صورة. عايزكم تسيف الصورة دي في الذاكرة، وخلينا نفتح صفحة بيضة جديدة ونرسم صورة كمان. يقول كده: ولكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره حصل لنا إيه؟ شوفينا. بين الصورتين نقدر نشوف فرق كبير. اللي يبص على الصورة الأولانية وهو مش عارف إن في صورة تانية هيحس بمنتهى الأسى والخذلان والحزن، لكن اللي يفتح عينه على الصورة التانية يشوف كده، يشوف حد كل الكمال وكل الحب، كل المقدرة، اللي يقدر يحول الصورة الأولانية للصورة التانية. الموضوع ده محتاج مننا شوية تأمل، محتاج مننا شوية هدوء. عشان كده المرنم في الترنيمة اللي جاية قال له كده: يزيح الجبال ينادي تعالى، صوته يقدر يخترق لحد جوه الضمير. تيجي النهاردة تقول له: أمين، أفتح عيني يا رب على الصورة التانية، أقرب ليك يا رب، وتنهي فيا كل خذلان وكل خوف. مين يقول أمين لهذا الإله المقام العظيم، اللي يقدر يحول من نوح لفرح، اللي يقدر يحول من الضلمة لنور، اللي يقدر يحول من الأسود للأبيض؟ هو إلهنا المقام النهاردة. أمين. تعالوا كده نكون بنحتفل بيه في الترنيم اللي جاية. لست في هدوء
الأبد لن يسود عليه الموت مرة ثانية. مش كده الكتاب بيقول كده، إنه أقيم من الأموات بمجد الآب وهو حي الآن، ووعد إنه كل نفس، كل شخص يجي إلى المسيح الحي بتوبة وبإيمان حقيقي في عمله الكفاري على الصليب ينال بالإيمان غفران للخطايا. دي أعظم بركة يا جماعة. يعني وإحنا بنحتفل بقيامة يسوع النهاردة، جميل إنه يسوع قام من 2000 سنة، لكن لو ما تبررتش أنا ولو خطاياي ما اتغفرتش يبقى أنا ذاهب إلى الجحيم، ده اللي بيقوله الكتاب. لكن يسوع أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، مش بس غفران خطايا لكن تبرير. يعني الله بيرحب بكل إنسان يضع إيمانه وثقته في كمال عمل المسيح على الصليب. بصلي أنه النهاردة عينينا تتفتح على يسوع وعلى المجد وعلى البهاء اللي ليه. هو حي إلى الآن في السماء، مازال بيعمل، مازال بيشدد بيشجع. عشان كده عايزين نرنم الترنيمة الجاية وإحنا بنعلن أنه المسيح قام. في عدد بيقول لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حياً أهتف المسيح قام. كان هيبقى يسوع شهيد، كان هيبقى يسوع معلم عظيم مات لأجل قضية أو تعليم أو عمل معجزات ومات وانتهت حياته، لكن قبره فارغ، قبر مفتوح. ليس هو ها هنا لكنه، ما تقولوا معايا، ليس هو ها هنا لكنه قام، قام كما قال. تعالوا نقف مع بعض ونرنم الكلمات دي. المسيح قام بالحقيقة، قام إخريستوس أنستي، أليسوس أنستي. هاليلويا. Yeah.
حضراتكم طيبين. كتير قوي بعد ما العيد بيخلص بسمع تعليق من نفسي او من اللي حواليا بيقولوا ما حسيناش بالعيد. زي النهارده مثلا الناس كلها كانت متخيله ان النهارده هيبقى يوم مشمس وجميل وهتحس بالعيد. بس اللي اكتشفته عن تجربه مع نفسي اني لما بقول انا مش حاسه بالعيد مش بيبقى علشان الجو ولا علشان ما عرفتش الاقي لبس للولاد ولا ليا ولا الحاجات دي خالص. مش بتبقى التنشنه دي، بتبقى في حاجه متقلاني واخداني من ان انا افتح عيني على ربنا وعلى الحدث اللي بيحصل. عايزه اقول لك انه النهارده بنحتفل بان يسوع قام من الموت، اللي هو اكبر من حزنك، اكبر من فشلك، اكبر من ظروفك، اكبر من اي حاجه انت فيها، اكبر من اكتئابك، من وقت جاي صعب او وقت عدى فات عليك او ظروف. يسوع قام من الموت. فتح عينيك على يسوع النهارده لان احنا بيغلبين. في الترنيمه اللي جايه بنقول قام حمل الله، قام ووهبنا حياه، والمرنم بيقول قام كتير قوي علشان قوه القيامه فرحته وشافها قوه اكبر من الموت. تعالوا نتشجع ونقف مع بعض ونرنم الترنيمه اللي جايه. كل سنه وانتم طيبين. We're
اتفرج على فيلم او مسلسل او اقرا كتاب ولما وصل للنهاية لقى نفسه تلقائيا بيقول لا لا انا مش قابل النهاية دي، النهاية دي مش عجباني. في حد حصل معاه كده كتير مش كده؟ وانا فكرت فيها بقول لو القصة كانت انتهت يوم الجمعة عند الصليب اكيد احنا كنا هنقول لا لا انا مش قابل ان يسوع البار اللي ما عملش حاجة غير اللي هو حب الناس واكل الناس وغسل رجلين الناس وما قدمش حاجة غير المحبة تكون نهايته كده. كنت بقرأ مقالة بتقول لو القصة انتهت على يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة ده كان دليل ان هو انسان عشان مات، فالجسد مات، بس يوم الحد ده دليل ان هو الله. فwe are so grateful ان القصة ما انتهتش يوم الجمعة بس كان في يوم حد. والترنيمة اللي جاية بتقول اللي احنا بنحتفل بإلهنا الحي من الأموات، وانا عارفة ان يعني فينا بنحتفل بطريقة مختلفة، يعني في ناس more reserved وفي ناس more excited، بس عايزة ان اللي في قلبنا بجد نكون بنحتفل بيسوع اللي قام. ليه؟ ليه نحتفل بيه؟ عشان احنا كنا ميتين، كنا يعني I'm imagining احنا قدام الثرون وما فيش يسوع، وحسب حياتنا وعملنا لينا الجحيم، لينا الموت، لينا ان احنا نكون مفصولين عن الله للأبد، خالقنا اللي بيحبنا، يعني غير الجحيم ان احنا نكون عمرنا نكون معانا شركة مع الله. فاحنا عايزين بجد نحتفل بجسدنا بروحنا بلساننا، خلينا نحتفل ونقوله because اللي احنا بنعبده واللي احنا بنقول قام ده مش حد عادي، ده الله واحنا بنعبده. يلا نقف مع بعض وبجد نقوله يا رب بنحتفل بيك النهاردة. I'm not afraid.
بعض الترانيم من ولاد مدارس الأحد. إلهي حي والقبر فاضي، شبح الخوف معاد قصادي لما يسوع جرد رياسات والسلاطين أشهرهم جهارا بهم في الصليب. كان ده كله ده علشان يعتق أولئك الذين خوفا من الموت. في ناس خايفة كتير كانت من الموت، قضت كل حياتهم تحت العبودية، لكن الموت النهاردة يسوع قهر الموت، مش بيخوف أي حد. صحيح آخر عدو يبطل هو الموت، لكن لينا غلبة ولينا نصرة على الموت. عشان كده أي شخص ليه عزيز انتقل وكان مؤمن بالمسيح هو مع المسيح، مع المسيح. ما تحزنش عليه لأنه في مكان أفضل. الموت مش النهاية، لكن الموت هو القنطرة التي بها نعبر لنكون مع المسيح. وهيجي يوم آتي أيضا وأخذكم إلي، يسوع قال كده. كم واحد بيصدق؟ كم واحد بيصدق أنه يسوع جاي؟ يسوع جاي يا جماعة. صحيح يسوع حي، لكن هو قال كمان أنا آتي سريعا. تعالوا نرنم الكلمات دي. إلهي حي والقبر فاضي. صار على الموت، إلهي حي والقبر فاضي، شبح الخوف بعد قصادي، ربي انتصر على الموت وقام وباسمه هغلب كل الأعدي، إلهي حي والقبر فاضي، شبح الخوف بعد قصادي، ربي
And God raised the Lord and will also raise us up by his power. 1 Corinthians 6:14. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hebrews 12:2. Testing. You guys, John 3:16.
For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that whoever believes in him will not perish but have everlasting life. You killed the author of life, but God raised him from the dead. Acts 3:15. Revelation 17:18. Don't be afraid, I am the first and the last. I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring all those who have fallen asleep in him. Philippians 4:14. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. You killed the author of life, but God raised him from the dead. Acts 3:15. He is not here, he has risen. Luke 24:6-7.
one, two, three. Our friend, he loves everyone.
is alive. Jesus rose again. My Jesus is alive. He is risen. He is risen. Risen indeed. He is risen. Risen indeed. Happy Resurrection Day. Happy Resurrection Day. Goodbye. خلينا نحييهم كمان مرة، عاملين مجهود كبير. آمين آمين. ربنا يبارككم. خلونا نتهيأ لتقديم عطايانا وعشورنا لخدمة الرب. بنسلم المنبر لجناب القسيس. خلونا أثناء جمع عطايانا وعشورنا حقا قام. هنقول بس أعداد بسيطة، عددين. لم تقوى الأكفان عليه، حقا قام. الشفاء فيه كل الأمم.
بفكرة بسيطة. اليوم النهاردة يعني قال سمعت الصبح أحد رجال الله بيقول هذه الكلمات حبيت كتبتها وحابب أشاركها معكم. إن القيامة حدث رائع عظيم، ليس القيامة أعياد نعيشها فننتظرها بأزياء وزينات، إن القيامة أن تقوم نفوسنا فتسمو فوق الضعف والسقطات ونعيش بالتدقيق كل حياتنا مترقبين بشوق ربنا الآتي مرة أخرى. أمين. هذه هي القيامة أحبائي، ده ملخص كل عيد القيامة، ما فيش أكتر من كده، يعني مش محتاجين وعظة تاني. فعلا إن القيامة حدث رائع عظيم، لكن ما هو موقفي أنا بعدما أن قمت مع المسيح؟ إن القيامة أحبائي تعرفنا أن الصليب ليس هو النهاية، أن القيامة هي فجر جديد. الكثيرين فكروا أن الصليب كان نهاية المطاف، زي ما سمعنا من الأخت اللي كانت تكلمت أن فكروا أن الصليب خلاص وانتهت القصة على كده، لكن القيامة جاءت بنصرة وجاءت بقوة جديدة، والمسيح كسر شوكة الموت وأقامنا معه من قبور خطايانا. المسيح النهاردة جاي بتشجيع في عيد القيامة، جاي بتشجيع. ولما نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 نتكلم عن مشاهد رائعة في قيامة المسيح. لما نمر على هذه المشاهد بداية من مريم المجدلية لما ذهبت إلى القبر، يقول الكتاب والظلام باقي، كان عندها أشواق إنها تروح هناك وتشوف يمكن جسد الرب، لأن تقريباً إنهم نسيوا إن الرب قال لهم إن أنا هقوم في اليوم الثالث. وأمام مشهد من مشاهد القيامة نرى هنا أن المسيح بقيامته حول الدموع إلى فرح، حول الدموع إلى فرح. أي حد النهاردة بقول له عينك مليانة بالدموع أو عيوننا مليانة بالدموع، وأي حد حاسس بكآبة وحاسس بحزن، أقول له أن القيامة هي تكفكف الدموع. كل حد منحني، كل حد حزين، كل حد أحبائي في عينه دمعة، أن القيامة هي تكفكف الدموع. الرب بيقول لنا النهاردة عندك أحبال، عندك حزن، عندك أي ضغوط معينة، أقول لك أن القيامة هي إعلان جديد، إلهك حي، إلهك حي. وأيضاً أن القيامة أرسلت رسالة إلى التلاميذ على لسان المريمات عندما قال لهم اذهبا وقولوا للتلاميذ، وقولوا لمين؟ لبطرس. إيش معنى بطرس؟ ما بطرس واحد من ضمن التلاميذ، كان ممكن تقول اذهبوا للتلاميذ، لكن إيش معنى بطرس بالذات أحبائي؟ لأن الرب أراد أن يرفع بطرس من عارف إيه اللي حصل من بطرس، ما لمهوش ما عيرهوش، لكن أراد أن يحول ضعف بطرس وجبانة بطرس إلى قوة وإلى إيه؟ وإلى شجاعة. وهذه ما تفعل القيامة أحبائي، تحول الضعف إلى قوة، تحول أحبائي من السقطة يقومنا من جديد. فيا من عايز أقول يا من سقط أو تشعر بضعف في حياتك الروحية وتشعر بأنك ضعيف وتشعر بأنك في حالة كآبة وحزن ومش ممكن بعد اللي أنا عملته ده مش ممكن الرب يرضى عليه، لكن أنا عايز أقول لك النهاردة إن الرب بعت لك رسالة مخصوص، اذهب وقولوا للتلاميذ ولبطرس إني أنا حي، أنا قمت وأنا أمتعك بشجاعة جديدة وبقوة جديدة. ولا ننسى أحبائي أن بطرس في يوم الخمسين، ماذا هذا بطرس الجبان، هذا بطرس الذي أنكر المسيح، يقول لهم بكل قوة أنتم الذين بأيدي أسم صلبتموه. هذه هي الشجاعة التي أعطتها لنا
قيامة المسيح. وهكذا أيضا مشهد آخر من القيامة فعله عندما ذهب هناك إلى تلميذين مشين عابسين ومحبطين وحالتهم من اليأس والقنوط أحبائي ومشين ويقولون كنا نرجو هذا أن يفدي إيه؟ أن يفدي، كنا نرجو هذا. خلاص إحنا نعرف إنه كان نبي مقتدر، ده كل اللي كان يعرفوه عن المسيح. لكن عندما جاءت القيامة جاءت لهم بالرجاء، جاءت لهم بالفرح، وجاءت لهم بالسلام. أحبائي، وأيضا نرى مشهد آخر من في القيامة عندما جاء يسوع ووقف في الوسط، وكانوا التلاميذ يقول الكتاب عنهم مجتمعين والأبواب مغلقة، مش مغلقة، مغلقة، يعني متهيأ لي هم دخلوا العلية بتاعتهم وجابوا كل حاجة وقفلوا البيبان، كانوا من الخوف من اليهود. لكن تأملوا مع القيامة، جاء لهم في الوسط، وجاء يسوع في الوسط وأراهم يديه ورجليه. ليه وراهم؟ ليه؟ قال لهم سلام لكم، وهنا شوفوا إيدي وشوفوا جنبي، يديه وجنبي. ليه كده؟ عايز يقول لهم ما تخافوش، السلام ده اللي أنا هديه لكم دفعت فيه تمن كبير، الفاتورة دفعت خلاص، وآدي العلامة، يدي وجنبي. هذه هي القيامة، وأراهم يديه وجنبه، وقال لهم سلامي أترك. إنه يحول الخوف لسلام وفرح. وأيضا القيامة تحول توما الشكاك إلى اليقين. قال توما أحبي إن لم ألمس، إني لما حط إصبعي في يديه وفي جنبه إني لا أصدق هذا. وهكذا ظهر له الرب، ظهر له الرب أيضا في الأحد اللي بعده، وزال هذا الشك وهذا اليقين. أحبائي، هذه هي إن قوة القيامة، عملية تحويل كبير لحياتنا. وهذا ما قاله الرسول بطرس، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من بين الأموات. تبرهن، يعني تثبت، تعين، تبرهن، تثبت. هذه القيامة وبركاتها أحبائي، إن كان مع التلاميذ وأيضا معنا نحن. حول الدموع لفرح، حول الخوف لسلام، حول الفشل والعبوس لرجاء، حول الشك إلى يقين، حول الضعف إلى قوة. لكن ما هي القيامة بالنسبة لك أنت؟ وما هي فاعلية القيامة بالنسبة لنا؟ أقول بركتين بس من بركات القيامة واكتفي بيهم لضيق الوقت أحبائي. أول بركة نحن تمتعنا بها من بركة القيامة هي بركة الخلاص والتبرير. أول بركة من بركات القيامة هي بركة الخلاص والتبرير. يقول الرسول بولس في رسالته إلى روميا، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. أول بركة أحبائي، لو المسيح دخل القبر أحبائي ولم يخرج منه كان إيه اللي هيحصل؟ لكنه عندما خرج من القبر مرة أخرى عايز يعلن لنا أن أنا دفعت الحساب، دفعت الدين اللي عليك، أنا دفعك الثمن بنفسي، أنت خلاص اتحررت، أنت تبررت، نلت بركة الخلاص. ما هو الدليل؟ أنه سدد ودفع، عمل كده بالقيامة. عشان كده قال الرسول الذي أسلم من أجلي خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وقال الرسول بطرس في العدد اللي قريته في أول الاجتماع، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. أول بركة في حياتنا كمؤمنين هي أن بركة الخلاص، بركة الخلاص والتبرير، حولتنا من أعداء إلى أبناء، حولتنا من أموات بالذنوب والخطايا إلى أبناء
وحولتنا أيضا من سكان الأرض إلى سكان السماء هناك أحبائي، إلى في أبدية مجيدة. عشان كده كل واحد النهاردة عايز يقول يا رب أنا بشكرك، بباركك، بعظمك. تقدر تقول له يا من اختبرت هذه البركة في حياتك، يا من اختبرت هذه البركة الخلاص وبركة التبرير، ألا تشكره وتعظمه؟ كم حد فينا يقول له بباركك وبعظمك لأجل قيامتك، لأن التي غيرت حياتي. لولا قيامتك لكنت أشقى جميع الناس، لولا قيامتك كانت ممكن شهادتنا تكون شهادة زور، لولا قيامتك كانت كرازتنا تكون باطلة، ولولا قيامتك كانوا الذين ماتوا هلكوا. هل هذا يجعلنا أن نفرح ونتهلل في هذا اليوم ونشكره ونعظمه؟ أنا نفسي أقول لكل واحد بيسمعني ولكل واحد موجود في هذا المكان، لو أنت لم تتقابل ولم تتمتع بهذه البركة، بركة الخلاص، بركة التبرير، ولم تتمتع بقيامة المسيح، خلي العيد ده يكون عيد حقيقي في هذه السنة. خلي العيد ده يكون عيد حقيقي، عيد مختلف، تتقابل معاه مقابلة شخصية. مش عيد القيامة أحبائي بس لبسة جديدة، لبس جديد وأكلة جديدة وكل سنة وانت طيب وكل سنة وانت سالم، لا أحبائي، خلي العيد يكون إيه؟ عيد حقيقي، إن قيامة المسيح أحدثت عملاً عظيماً في حياتك وتمتعت ببركة الخلاص والتبرير. هذه هي أول بركة حصلنا عليها من قيامة شخص الرب يسوع المسيح. البركة الثانية أحبائي وأختم بها هي بركة السلوك في جدة الحياة، بركة السلوك في جدة الحياة. وهذا ما قاله الرسول بولس أيضا في رسالة روميا، يقول هذا: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وبعد ما قال كده يقول إيه؟ حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. هذه هي القيامة أحبائي، نسلك في جدة الحياة. لو أنت قمت مع المسيح يجب أن تسلك في حاجة اسمها جدة الحياة، في حاجة اسمها الحياة الجديدة، في حاجة اسمها مش ممكن أقول مت مع المسيح وقمت مع المسيح وحياتي زي ما هي. ما تغلطش نفسك وأنا ما غلطش نفسي. اللي قام مع المسيح ومات مع المسيح سلوكي يبقى يختلف، حياتي تختلف. دي حاجة اسمها في المسيحية بعد ما قمت مع المسيح اسمها جدة، نسلك في جدة الحياة، نسلك بطبيعة جديدة، الطبيعة المتغيرة، الولادة الجديدة. مش ممكن أكون اتولدت الولادة الجديدة وأنا حياتي كلها أمور قديمة، سلوكي قديم زي ما كنت عايش في القديم. لا خلاص، أنا حياتي اتدفنت مع المسيح، أنا خطاياي اتدفنت مع المسيح، أنا طبيعتي القديمة اتدفنت مع المسيح، وأصبحت بقيامة المسيح قمت معه وأسلك في جدة الحياة. أحبائي هذه هي بركات قيامة المسيح لنا ونحن نعيد. يؤسفني أحبائي أقول ولكل اللي بيسمعونا وإلى كل هنا، ما نعيد عيد القيامة ويمر علينا هذا العيد. كم مرة في أعمارنا وحياتنا بيمر علينا عيد القيامة ونعيد عيد القيامة، يمكن بأكلات جديدة، يمكن بفسح جديدة، يمكن بزيارات ونزه كثيرة، لكن ما زلت عايش في قبر خطيتي، ما زلت أسلك في القديم، ما زلت أسلك بالحياة القديمة. لكن المؤمن الحقيقي الذي اختبر حياة القيامة مع المسيح وأنشد مع الرسول بولس أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ في السماويات، يسلك في جدة. خلي بالك يا مؤمن، أنت هنا على الأرض لكن مقامك فين؟ طب إزاي يبقى مقامي في السماء وأسلك زي ما بيسلك أهل العالم؟ احنا مختلفين،
مختلفين لأن مسيحنا قام، مسيحنا حي، وإحنا بنرنم الترنيمة دي: يسوع حي فيا، يسوع حي في، كيف أظهر يسوع الحي فيا وأنا ما زلت إيه؟ ما زلت أعيش بالسلوك القديم وبالحياة القديمة. الناس يعرفوا إني اتغيرت من سلوكي، يعرفون إن قمت مع المسيح من سلوك. في مشكلة كبيرة أحبائي، وقضية كبيرة جدا، رغم إن حلها بسيط. الناس يقولوا إن أنا خلاص اتبررت بالإيمان وأسلك زي ما أنا عايز، ويقول لك ما الرسول يعقوب قال بالأعمال، إبراهيم تبرر بالأعمال، وبولس يقول إبراهيم تبرر بالإيمان. المشكلة ما فيهاش حاجة أحبائي، الله ينظر لنا، شوف إيدي كده، الله ينظر لنا من فوق بالإيمان، على الإيمان، وسلوكنا قدام الناس، سلوكنا تحت. والله عنده عملة واحدة هي الإيمان من فوق، والأعمال يروا أعمالكم. إيه إيه اللي خليني يعرف إن أنا أمنت وقمت مع المسيح وأمنت بذلك؟ سلوكي، نسلك في جدة الحياة. يبقى البركتين اللي قلتهم النهاردة، مع أن في بركات كتيرة أحبائي، لكن عايز أختم بيهم النهاردة. في بركة تاني، بركة الحياة المثمرة، الحياة المثمرة، لكن خلينا أحبائي نكتفي بهذا بس. إيه هم البركتين؟ خليكم رددوهم معايا. أول بركة هي إيه؟ بركة الخلاص والتبرير. والبركة الثانية أن نسلك في جدة في جدة الحياة. تيجوا نقف نصلي مع بعضينا أحبائي، ونختم اجتماعنا ونرنم مع الفريق كم ترنيمة تاني النهاردة. بس خليك صلي كده في قلبك، قل له خلي العيدة، إذا كنت ما تمتعتش، أنا بكلم كل واحد لسه ما تمتعش ببركة التبرير وبركة الخلاص، ممكن الآن، ممكن الآن قل له يا رب أنا جاي، إن آمنت بفمك اعترفت بفمك وآمنت بقلبك أن يسوع أنه قام من الأموات، خلصت. تعال الآن وقل له أنا كمؤمن عايز أسلك في جدة الحياة. قل له ساعدني أحيا الحياة المقامة معك، حياة سلوكياتي، تصرفاتي، الحياة القديمة دفنت خلاص، كل شيء هو ذا الكل قد صار جديدا، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذه هي القيامة أحبائي، تمتع وافرح النهاردة بقيامة المسيح وأنت نلت هذه البركات المباركة، المباركات العظيمة. مبارك الله أبو ربنا يسوع الذي باركنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع في السماويات. هذه البركات التي الرب يريدنا أن نتمتع بها في هذا العيد المبارك. كلمات جميلة اللي حط الأسيس قالها لنا النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين. من أجمل الأمور اللي اتقالت النهاردة موضوع التحول اللي بيحصل في حياة الإنسان. خلي بالك وأنا خلي بالي النهاردة، لو ما حصلش التحول ده، لو ما حصلتش نقطة التغيير دي، أعتقد أنه أنت محتاج تعيد النظر في الأمر. بس افرح، يسوع إلهنا إله حي. في مرة من المرات جاي زارني أخ من خلفية أخرى، من حظيرة أخرى، اختبر شخص الرب يسوع، اسمه حاليا أخ حبيب عبد المسيح، يا رب يكون بسمعنا دلوقتي، أكيد هيتشجع. وهو كتب الكلمات دي واتلحنت وهنرنمها دلوقتي مع بعض. الاختبار القيامة، لما أنت وأنا بنختبره في حياتنا بيعمل فرق كبير وتحول كبير في حياتنا. أوعى تكون لسه عايش تعرف عن المسيح لكن ما أنتش في المسيح. أوعى تكون بتسمع بس وبتحتفل زي ما كان حط الأسيس بيقول، بطريقة أو بأخرى، بلبس، بخروجة، بأكلة حلوة، فتة ولحمة حلو حلو خالص، ده كلام جميل قوي قوي، لكن افرح بقيامة يسوع لما تحس انك متعزي وفرحان زي كل شخص مؤمن اختبر قيامة المسيح. وانت قاعد النهاردة في احتفال عيد القيامة بتحس انه في شيء جميل بيحصل جواك، شعر بافتخار
انك بترفع راسك بالرغم من انا وانت غرقانين في خطيتنا وغلطاتنا وقسمنا، كان عقابنا اللهيب زي ما بتقول الترنيمة، لكن يسوع لما مات وقام اداني وادالك نصرة عن الخطية، اداني نصرة على الخطية. تعال رنم معايا، سبحوا من مات عنا وهو واهب الحياة، بعدما تهنا وملنا حبه كان النجاة، حول الليل نهار والهزيمة انتصار، في المسيح لا انكسار، كل ضعفنا محا. يلا افتكر معي، سبحوا من مات عنا وهو واهب الحياة، بعدما تهنا ومنا حبه كان النجاة، حول الليل نهار والهزيمة انتصار، حول الليل نهار والهزيمة انتصار، في المسيح الانكسار، كل ضعفنا محا. افتكرنا نقول مع بعض، ناس ربي في الصليب كل هبت العينات، يا حار الموت الرهيب شخصه وما عدا، ينفع كلنا نرنم العدد الأخير، حين يأتي، قول معايا، حين يأتي سوف نرقى كلنا إلى السماء، مثله نكون حق، نسكن معه العلا، حول الليل نهار والهزيمة انتصار، حول الليل نهار والهزيمة انتصار، في المسيح الانكسار كل ضعفنا محافل.
صار. العدد اللي قبل الأخير تعالوا نقوله بموسيقى واطية وعايز أسمع صوت. يلا قول معايا. ماسى ربي في الصليب كل هامات. قول بفخر. بحر الموتى. بحر الموتى الرهيب. شخصه. شخصه. كمان مرة كمان مرة. قول بفخر. داس ربي. داس ربي في الصليب كل هامات. صوتكم جميل. عالوا صوتكم كمان. بحر الموتى الرهيب. هو بس اللي عمل كده. يلا كلنا. حول الليل نهار والهزيمة انتصار. حول الليل نهار والهزيمة انتصار. في المسيح الانكسار. Yeah.